وبعيدا عن الانتخابات والحقوق وقمع الحريات، أضاءت أحداث إيران ناحية بالغة الأهمية نشهدها اليوم، وهي ظاهرة المواطن الصحفي. كانت هم المواطنون كانوا هم مصادر الإعلام في العالم كله، فلم يعد يقتصر الأمر على الصحفيين الممنوعين طبعا لنقل ما يجري من أحداث العالم. ومع تقنيات الاتصالات والإنترنت أصبح بإمكان الكل أن ينقل ما يشهده. اليوم نقف أمام تفسير لنوعية التغطية المباشرة غير الخاضعة للرقابة من المواطنين التي تجسدت بشكل كبير في أحداث إيران. الجميع شاهد الفيديو المصور عن نداء، الصبية الإيرانية التي قتلت بينما كانت تشاهد تظاهرات الاحتجاجات في إيران في طهران برفقة والدها. مقتل نداء تم تصويره عن طريق هاتف كاميرا جوال لشخص تواجد في مكان الحدث. تخيلوا أنه لو لم يكن هناك هاتف جوال بكاميرا ولا انترنت لما كانت وصلتنا هذه الصور القاسية التي وجدت طريقها عن طريق مواقع الانترنت مثل اليوتيوب وتويتر والفيسبوك. مرحلة بالغة الأهمية نشهدها اليوم لتفاعل الإعلام والتقنية في نفس الوقت، والتي تنتج لنا أخبار اليوم، إذ لم يعد نقل الأخبار يعتمد على الصحفيين لنقل ما يجري من أحداث في العالم. الأدوات التي احتاج إليها الإيرانيون كانت عبارة عن هاتف جوال يحتوي على كاميرا أو عن طريق كاميرا عادية مثل التي يحملها يحيى الآن، وبعض الوسائل الأخرى التي سنطلعكم عليها لاحقا. اليوم نقف أمام تغطية مباشرة وغير مفلترة لما يعرف بالصحفيين المحليين أو الصحفيين المدنيين. تحدثنا الآن عن وسائل الإعلام التقليدية، لكن ماذا عن وسائل الإعلام التي تم عن طريقها إيصال الصورة مثل يوتيوب وتويتر؟ هذا الموقع سيتيزن تيوب وضعته يوتيوب لكي يقوم الناس بمشاطرة ما لديهم من أخبار دون منع أو حجب أو فلترة. ننتقل الآن إلى تويتر وهذا الموقع الذي اكتسب شهرته خلال ما يحدث الآن في إيران بعد أن ضيقت السلطات الإيرانية على الإيرانيين سرعة الإنترنت وخفضته إلى 15 كيلو بايت في الثانية، مما يعني صعوبة نقل الملفات والفيديوهات عليه. فكان حلهم الوحيد هو النص أو الكتابة لإيصال رسالتهم إلى العالم الخارجي. الناس خارج إيران تقوم بالتحدث والتعاطف مع الإيرانيين، أما الإيرانيين فيقومون بكتابة ما يحصل من أحداث مؤسفة هناك. كما تشاهدون يقوم أحمد النجات بكتابة ما يريد مثله مثل المعارضة. أيضا لدينا موقع العربية نت وبالتحديد منتدى الفيديو الذي يمكنكم من خلاله رفع الفيديو الذي تقومون بتصويره. حصلنا على صور جيدة لمحمد الطميحي أثناء تقديمه للنشرة والتي سنقوم برفعها على موقع العربية نت، ويمكنكم متابعته عن طريق منتدى الفيديو. نصل الآن إلى الشخص المختص في العربية نت عن منتدى الفيديو. سعد، السلام عليكم، كيف حالك؟ سعد، في عندنا فيديو أخذناه لمحمد الطميحي الآن في النشرة، فحابين إذا ممكن نعرضه. الآن سنقوم برفع الملف على الإنترنت. يعني الآن إحنا بنتكلم في إيران إنه سرعة الاتصال عندهم الحكومة خفضتها ل 15 كيلو بايت في الثانية. فكم من الوقت حيستغرق؟ لا، ممكن يأثر، ممكن يستغرق أكثر من دقيقة. يعني ساعة؟ لا أقل بكثير. أقل من ساعة. أقل دقائق يعني. بعض الوسائل الخاصة التي كنا نشاهدها في أفلام جيمس بوند كالقلم الذي يحتوي كاميرا. وكما شاهدتم في المقابلة السابقة يوم الثلاثاء مع الزميل عادل عيدان في نشرة الثامنة، بينما كان يستضيف أن يقوم بتصوير المحادثة عن طريق هذه الكاميرا، وهذه الكاميرا عبارة عن قلم ولكن تحتوي بداخلها على منفذ لليو اس بي ليتم إيصاله على الكمبيوتر. خلاص تم تحميل الفيديو الآن. يعطيك العافية. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن العالم قد تغير وأصبحت أدواته أكثر ذكاء، وأن الفرصة أتيحت للجميع بعرض ما لديهم من أخبار دون ما سلطة تمنعهم من إيصال رسالتهم للعالم أجمع.